عبد الحق عندليب متزوج بالمناضلة وداد البواب اللي كانت معتقلة سياسية معايا سنة 1977، أب لولده وبنت من مواليد 1952 بمدينة الدار البيضاء. اشتغلت في قطاع التعليم كأستاذ والآن أنا متقاعد. تجربتي السياسية يعني بدأت من 1974. جينا الكلية وجدنا بلي ان كاين واحد الجو من القمع، بحيث ان الاتحاد الوطني طلبة المغرب كمنظمة طلابية كانت تعرضت للحظر. تالي كنا انخرطنا في النضال من اجل استرجاع شرعية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. 1977 تعتقلت انا والزوجه ديالي وداد البواب، كنا على وشك اننا نديروا الزواج ديالنا قبل الاعتقال، ولكن جات الاعتقالات وربكات المشروع ديالنا. حاولنا نختفيو ولكن البوليس عرفنا فين كاينين، تبعنا حتى لمراكش، جلسنا واحد جوج ديال الليلات ومن بعد نقلونا لدرب مولاي الشريف، هذا المعتقل السري الرهيب. ولكن من اجل التحدي لما كنا في السجن طالبنا باننا نعقدوا القران ديالنا في السجن، وتزوجنا. حنا دوزنا شهر العسل في السجن. تقريبا من 78 وحنا كنديروا الاضرابات عن الطعام حتى الاطلاق السراح ديالنا في مارس 1980. ايوا مرات السنين حاولنا نعاودوا ندمجوا في المجتمع، رجعنا نقراو وتوظفنا الى اخره، ورجعنا للساحه ديال النضال الحقوقي والسياسي بنضج اكبر وبتجربه ورانا. تجربه هيئه الانصاف والمصالحه فيما يتعلق بجلسه الاستماع كانت يعني نقطه الضوء يعني في هذه التجربه، بحيث انه فتحات المجال للمعتقلين السياسيين انهم يهضروا على ديك المرحله بشكل عادي، وهذا يعني كنعتبره نقطه ايجابيه جدا، بحيث انه واكب التطور ديال الاحداث، وكان ضروري ان هذا الملف ديال ما وقع في الماضي من انتهاكات جسيمه انه يتسوى.